ما حكم من يهجر زوجته بالأشهر وأحيانا السنوات؟ الهجر مشروع لكنه علاج، كما قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالهجر نوع من العلاج يعالج به الرجل نشوز امرأته. أما أن يكون الهجر بدون سبب، أو يكون الهجر بعد أيضا لو كان هناك سبب تصلح السبب لكن الهجر مستمر، لا يجوز، لا يجوز. والله تبارك يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. الأصل أن تكون المودة بين الزوجين، ويقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. يجب على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف. وأما إذا كان يهجر الفراش، يعني لا يأتي أهله، فهذا يسمى الإيلاء. والله تبارك وتعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يأتي زوجته مدة من الزمن. له أن يؤلي أسبوعا، يقول: والله لا آتيك لمدة أسبوع، يعني كعقوبة لها، تأديبا لها. والله لا آتيك لمدة شهر، والله لا آتيك لمدة شهرين، لمدة 3 أشهر، أقصى حد 4 أشهر، أقصى حد 4 أشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه جميعا لمدة شهر صلى الله عليه وسلم، تأديبا لهن رضي الله عنهن، آلى من نسائه شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. فهو علاج، نوع من العلاج يعالج به الرجل نشوز امرأته. لكن لا يجوز أن يتجاوز 4 أشهر. فإذا تجاوز 4 أشهر للمرأة الحق أن تشكوه عند القاضي. فالقاضي هنا يأمره إما أن تعاشرها بالمعروف وإما أن تطلقها. الإيلاء حدها 4 أشهر. لكن إذا كانت هي راضية ولا تريد الطلاق ومتقبلة هذا الموضوع، هذا شيء آخر، لا يلزم بشيء. وإنما القصد إذا طلبت، إذا طلبت أن يترك هذا الإيلاء، 4 أشهر أقصى حد للرجل. فنصيحتي حقيقة للرجال: يتقوا الله في نسائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء عوان عندكم، أي أسيرات. فيتق الله في زوجته، زعل عليها لأي شيء، سبب أحيانا تافه وأحيانا سبب يكون غير تافه، يكون يعني له يعني مبرر أو كذا. طيب، عقوبة هجر مدة أسبوع، مدة أسبوعين، إلى متى؟ إلى متى الهجر؟ ثم إن البعض يفهم الهجر فهما غير صحيح، يهجر في الفراش فقط، في الجماع، لكن يعيش في البيت، كل ما في الأمر أنه لا يجامعها، هذا هو الهجر. أما أنه يهجر يخرج برا البيت وينام خارج البيت ويسافر ويتركهم، هذا ليس هجرا شرعيا، هذا هجر إبليسي ليس شرعيا. الهجر الشرعي هو أن يهجر في البيت، يعني يبقى في البيت، يعيش معهم في البيت ويهجر كنوع من العلاج. حتى الضرب نوع من العلاج. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه علاجات يعالج بها الرجل امرأته. بل حتى الطلاق نوع من العلاج، تكلم عن الطلقة الأولى والطلقة الثانية، لأن الله يعطيه مجالا لفترة العدة يراجع نفسه، إذا تعدلت خلاص رجعها إلى ذمتي واستقامت الأمور، ظلت على اعوجاجها كما يظن هو أو يرى هو، فإنه يستمر في طلاقه حتى تنتهي عدتها، ثم كل يرى سبيله.
فالقصد أن على الرجال يتقوا الله تبارك وتعالى في نسائهم، ولا يكون الهجر بهذه المدد الطويلة التي يتعاطاها البعض، وكذلك على النساء أن يتقين الله في أزواجهن، وأن لا يفعلن ما يعني يضطر به أو لأجله الزوج إلى أن يهجر أو يضرب أو ما شابه ذلك من الأمور، وأن تقوم هذه البيوت خاصة إذا كانت هذه البيوت فيها أسر، فيها أولاد ذكورا كانوا أو إناثا، يعني لا يصلح هذا، هذا يتعب نفسية الأولاد، ويطلع عندنا أولاد معقدون، أولاد مرضى نفسيا بسبب المشاكل التي بين الزوجين، ويمكن للزوجين يعني أن ينهي هذه المشاكل ويقضي عليها، والله المستعان.